كتابة مسرحية النهضة اللي هي بها بطلتها المرأة اللي تبيع شاي بالنهضة، ومثلت المسرحية الله يطول عمرها الفنانة عواطف السلمان، وكانت مجيدة جدا. وحتى في يومها كان يجي الوزير، فكان صادق علي شاهين الله يرحمه، قال لي عباس عندك كم جملة بالمسرحية شيلها لأنه سوينا مشكلة والوزير قاعد. فرحت عليها هي بالمك، مقدمة لهم الناس يعني، ها مقدمة لهم الناس على مود يشوفوه. اي قوة قاضي قال لي، هو كان يعتقد ماكو وزير وكذا وتمشي، كان مناسبة يوم المسرح العالمي. فرحت قلت لها عواطف شيلي هاي الجمل، هاي شيليها هاي شيليها. قالت لي لما شافت الجمهور منفعل وياها والأمة مقول، قالت إن كلهن ولا وحدة مسحتها. فكان من ضمن الجمل اللي قلت لها شيليها، تقول لها يما يا جواد، ابنها جواد اللي هو بالجبهة، يوم يا جواد بريد قصة الحد وشتفمك محة ترى قابلناها يا المحب داوي، مو قلت لك لا تشد عن المحر عرضان اثنفر، شوف السوى بين النفر. أهم مدى النهضة ما نهضت بروحها يوم، فكانت هاي أهم مدى النهضة ما نهضت بروحها يوم جملة تحريضية. وأيضا الحوار اللي كان موجود مكتوب بحسة عالية وبمعاني توخز القاعد. وأول واحد يعني أنا مو من باب التشيع، أول واحد يذكر الإمام علي على المسرح، أنا ما ذكرته من باب التشيع، وأنا ذكرته لأنه هي ثقافة هاي الشخصية. فأنا افترضتها بسجن، كانت صاحبتها مختنقة خلصانة حبوب، تقول الله واحد الثاني محمد الثالث علي وأولاده، قومي شمالك وحوتي كل احنا قلوبنا توجعنا، ودق على شباك صدورنا من حصرتها، لكن من تجيل على احنا البضاهر القدس هذا مو شوك، هاي رماح صبر شاهقر ربها، تقول لها هاي الدنيا وتنقضي حسابك وتعليها. فبهذه الحوارات كنا قريبين جدا إلى وجدان الناس، وتفاعل الجمهور مع المسرحية، وكان أداءها أداء عواطف أداء مميز جدا. فكانت هي الحد الفاصل.